نفسي مع رودانا. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مشوارنا الصباحي صحصح. ان شاء الله تكونوا مضيتوا عطله نهايه اسبوع مريحه ودافئه يا رب، واحنا جاهزين معاكم لنبدا اسبوع جديد، مع انه كان البعض يتوقع بانه اليوم ما يكون يوم دوام، ولكن الطرق فاتحه واحنا دوامنا. نتمنى انكم تسمعونا عبر هوا راديو روتانا وشاشه عمان تي في. بيبي قولي لي انت شو الموضوع اللي فاهميني اياه على الهواء، انا مش كثير مستوعبيته. شوفي يا ستي العزيزه، قرات هذيك المره قول لجبران خليل جبران. القول بيقول حبيبنا جبران خليل جبران، بحب اقواله وافعاله. حسستني انه يعني شايفته امبارح لجبران خليل انه جاري جبران. طيب في عنده قول بيقول فيه السلاحف اكثر خبره في الطرق من الارانب. يا ويلي شو يعني؟ شو يعني؟ السلحفه تمشي شوي شوي، فاللي بيمشي شوي شوي بيصير عنده خبره بالطريق، بيعرف كل حجرة وين موجودة، بيعرف وين العثرات، بيعرف وين الطريق بتصير أسهل. بينما الأرنب خطواته سريعة، فهو بيقفز خطوات سريعة بدون ما ينتبه على التفاصيل. هذا يعني معناه، بس أنا مش مع، أنا سؤالي أنتوا تحللوا ونحكي بصوت عالي. عم نحكي عن العلاقات العاطفية إحنا؟ أنا والله بدي أقول لك إياها بكل شيء بالحياة بتطبق. يعني الأبطأ هو أكثر، يعني نتائجه بتكون مؤكدة أكثر، أي نعم بوصل لها بعد عناء وبعد فترة طويلة، ولكن السريع نتائجه بتكون. خلينا نطبقها على العلاقات العاطفية. يلا يا ستي طبقي لي المقولة السلاحف أكثر خبرة بالطرق من الأرانب على العلاقات العاطفية. ممكن بس قبل ما أطبق لك المقولة أقول لك شغلة عن فيديو حضرته مبارح. طبعاً عشان هذا الفيديو يستفيدوا منه المستمعين والمشاهدين، وانت حضرتك كراها بتستفيدي وانا حضرتك نادية ايش تستفيدي. استفيد طبعا. بقول لك في بروفيسور بجامعة، اوكي امسك يا رهف هالكاس ارفعيها. يلا رفع كاسة مي وسأل الطلاب الموجودين، قال لهم قديش بتتخيلوا وزن هالكاسة؟ تباينت الآراء. فلان يقول كذا، فلان يقول كذا، فلان يقول كذا، فلان يقول كذا. قال لهم انا سمعت منكم كلكم، ولا جواب من اللي قلتوه بهمني. رجعي تقدر تقرا لانه صار عرفت. لا بربع اندرستاند. قالوا له كيف يا استاذ؟ قال لهم انا ما بهمني وزن الكاسه، انا بهمني قديش انت قادر تحملها. قال مثلا انا هاي الكاسه لو حملتها خمس دقائق بيس تمرق، لو حملتها ساعه ببلش أحس بشعور من عدم الراحة. صح. لو حملتها ثلاث ساعات بحس إيدي بدها تنهار، لو حملتها ليوم كامل احتمال إيدي تنشل ويصير فيها يصير فيها تنمل، يعني تنمل هي اسمها تنمل يعني. تنمل وتنشل. هكذا هي هموم الحياة. قال له كيف يعني؟ قال يعني لو الهم بتفكر فيه 5 minutes بمرق. صح. ساعة ثلاث ساعات ببلش يضايقك، لو بتفكر فيه لمدة يوم كامل انت بصير في عندك نوع من الشلل وعدم القدرة على الحركة وعدم القدرة على الحلم. فبقول always remember put the glass down. اوف كتير حلو. قدي حلو؟ كتير حلو. دائما حط الكاسة تحت، احملها شوي ونزلها، لأن الهموم لن تتوقف. إذا متخيلين بأن الحياة ستكون وردية في أي مرحلة من المراحل أنتوا غلطانين، لولا الحموضة والمرارة ما بنحس بالحلاوة. كتير حلو. صح؟ تعرف put the glass down. تعرفي إيش فكرت؟ يعني هلأ وإنتي عم تحكي مثلاً، أنا مستحيل تمرق أو يمرق 24 ساعة أضل أفكر بنفس المشكلة. برافو عليكي. This is healthy. يعني أنه مثلاً تاخد من وقت، يعني ممكن أفكر بشغلة زي ما إنتي قلتي أعطيها أكبر من حجمها، يعني مش خمس دقائق تاخد معي ساعة وأبكي وأدايق وأعصب. بس هلأ لما عم براجع السنوات الماضية، مع أنه في مشاكل ومشاكل كبيرة، بس مستحيل تاخد معي 24 ساعة. أنت هيك صح. صح. وأنا يعني نوعا ما. وأنت كمان، أنا وياكي طبعا. أنا تاني يوم بكون ناسي، هلأ بنفس اليوم قد تستهلكني المشكلة. ومشكلتي أنا بأنه الأفكار السلبية بدخلها على دماغي وبقعدها وبشربها شاي، أما الأفكار الإيجابية من الباب للباب بضحك معاها شوي. أيوة. بعدين بطردها. العكس، ليه ما الإيجابي نقعده ونخليه ينام عنا، والسلبي نقول له إلى اللقاء من العتبة. 100%. حاولوا يعني نظريات بس حاولوا. بما أنه ندوشة حابة تبدأ بتفسير القول السلاحف أكثر خبرة بالطرق من الأرانب على موضوع العلاقات العاطفية، وهذا أسهل وأوضح تطبيق على فكرة. معظم العلاقات
عادة بنحكي عن فرحة البدايات ولهفة البدايات وهذا الشعور الـ 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 القوي والآسر والحاضر اللي بيصير عند المرأة وعند الرجل بعد أول لقاء أو لما بتصير هاي السبارك بين الرجل والمرأة. العلاقات اللي بتنبنى بناء على الشرارة الأولى بالعادة ما بيبدو الطرفين يكتشفوا المساوئ والمشاكل بعد فترة. ليه؟ لأنهم كانوا مثل الأرانب، يعني خطواتهم كانت سريعة، الحب كان سريع، ما أخذوا وقتهم بالتعارف على بعضهم البعض واعتمدوا على شرارة الحب الأولى فارتبطوا. أنا ما عم بحكي إنه النتيجة تكون الانفصال، ولكن أنا عم بحكي عن الرحلة قديش كانت ممتعة أو قديش كانت صعبة. بينما في بعض الأزواج اللي بياخدوا وقتهم كتير قبل ما يتزوجوا ليعرفوا بعض ليركزوا، لا مرات مش بالعبرة، مش إنه تقعدوا سنوات مع بعض، العبرة مرات بالوقت النوعي اللي بتقضوه، بالأسئلة النوعية اللي بتسألوها لبعض. هون أنت بتكون أقرب للسلحفة اللي خطواتها بطيئة، اللي خطواتها مدروسة نوعا ما، فبالتالي نسبة الخطر بتكون أقل، لأنه أي إشي بالدنيا بنحسب صح نسبة الخطر فيه بتكون أقل. هلأ إحنا صعب جدا كبشر إن نحسبها 100%، ولكن في بعض الأمور حتى بحياتنا مش بس بالعلاقات العاطفية ممكن إنك تحسبها وتقلل نسبة الريسك أو نسبة الخطر من هاي العلاقة، وهذا اللي بسموه إدارة المخاطر. إدارة المخاطر. هلأ رهف على سيرة الحسابات، اليوم جايتكم أنا بكم من الأفلام لأن حضرت موفيز على الويكند. هذا الفيلم اسمه Irreplaceable You. أوكي. إنه في بعض الأشخاص في حياتنا شئنا أم أبينا لا يمكن تعويضهم. الفيلم باختصار بحكي عن قصة كوبل بحبوا بعض كتير وبرتبطوا. تمام. تكتشف هي بأنه عندها كانسر ستيج 4، فيعني فرصها بالحياة مش كتير لطيفة. المهم فلأنها بتحبه كتير بتقرر تحسبها. هو شخص مش كتير اجتماعي وهم مع بعض من التشايلدهود من وهن صغار. أوكي. فهو ما إله على حركات الشباب، كيف بده يزبط بنات، كيف بده يتعرف على بنت وكذا، يعني علاقاته الاجتماعية محدودة جدا. فهي كانت خايفة عليه إنه يضل حاله، فصارت تحاول إنه تلاقي له بارتنر وهي على قيد الحياة حتى تأمنه. أوف. خيالي. طبعا يعني أنا استغربت إنه كيف، بعرفش إذا هاي القصة مبنية على 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 يعني وقائع او على احداث واقعيه، بس هي كانت تحاول هيك تعمل. المهم كانت يعني حاولت مع كذا بنت ما زبطت، ليوم في بنت اجت حكت معه، فهي كانت تراقب من بعيد فصار يضحك ضحكه غريبه، فاللي جنبها قالها ليه تضايقتي؟ قالت له لانه هاي الضحكه بضحكها بس ينعجق. الفكره من وراء هذا الفيلم هو فهمها هذا يعني صديقها بانه او زوجها بانه انت ما رح الاقي اي بنت بالعالم تعوضني عن حبك لانه you are the love of my life. استوعبي هذه الفكره. فمرات يا جماعه حساباتنا المكثفه ما بيكون إلها معنى وما بيكون إلها قيمة. يعني زي اللي مثلاً بيعرف حاله بده يتوفى بيصير يعمل فيديوز على أساس إنه بكل كريسمس أولاده يشوفوا هذا الفيديو. بوقتها ما رح يكون إلها كتير معنى لأنه هم خسروك أنت كشخص. فأنا بنظري حلو إنه تكون حساباتنا بالحياة واثقة وخطواتنا ثابتة، بس مش كل إشي بالدنيا بنحسب. صح؟ صح. القلب لما يدخل بالموضوع، خلينا شوي القلب، خلينا يكون له مجال حتى نكون بشر. طبعاً طبعاً 100%. صح؟ بس أنا مع بس شغلة واحدة، عدم التسرع الزائد. لا طبعاً أكيد. يعني بس هي هاي، يعني موضوع إنك تهدي. أيوة. تبطئ. صح. تفكر، مش تفكر بطريقة إنك تدخل العقل على القلب، لا، بس حتى في ناس بيحرقوا المراحل. يعني من كتر ما هم اندفاعيين وانفعاليين بالحياة بيحرق المرحلة الحلوة. يعني مرحلة التعارف الأول كتير مرحلة. صح. حلوة، مش ضروري تنط من هاي المرحلة لمرحلة الزواج. انجوي، يعني استمتعوا بكل فترة لأنه في مشاعر ما بترجع بتنعاد، وفي فترات صعب أنك أنت حتى لو بدك تضوي شموع وتجبر حالك أنك ترجع تحيا هاي المشاعر ما بتكون زي وقع البدايات والفرحة الأولى. برافو عليك. أنا هاي نقطتي. أنا معك، بس رهوفة أنا بحزن على الأشخاص اللي بيضطروا يحرقوا المراحل لأنه حاسين إنه الوقت مش مسعفهم. أنا كتير بحزن على شخص لما يقولي أنا بدي أتجوز لأنه بدي أولاد،
هو عم بيسابق الوقت لانه بده اولاد، هو ما اللي بدي اتجوز لانه انا بدي شريكه حياه تضل معي لاخر عمري، بدي شخص يقاسمني احلامي وطموحاتي وفرحتي. النتيجه معروفه. انا شخصيا انا ضد طبعاً. يعني انه هذا حق شرعي للجميع وانتم حرين بالنهايه، المساله نسبيه، بس لما تضطر انك تحرق المراحل لهيك بفتره شبابك ما هدا لك يا صح. ايوه فتره شبابك احسبها صح، الايام لا تعوض، بيكون طالع وداخل ومش مخلي قال بعدين على 37 لا انا لازم اتجوز اجيب ولد. يعني بدك تظلم بنت الناس معك، تظلم حالك بحياه شبه بائسه لانه انت بدك تجيب اولاد. لو فكرنا واحنا بالعشرين لو ما صرحنا ورحنا من مكان لمكان والتزمنا ما بصير هذا الحكي. احنا ما عم نوجه لاي شخص بحد بعينه، بنحكي بشكل عام. بشكل عام حكينا بالجزء الاول شوي عن العلاقات العاطفيه، بس انا اول ما قرات هذا القول ندوشه راح تفكيري على طول للجانب العملي. في كثير اشخاص بيكون عندهم شغف معين او حب معين اتجاه مهنه معينه، و بيحاولوا انهم يخطوا خطى سريعه بهاي المهنه عشان يبينوا، عشان ياخذوا الاضواء، عشان يكونوا تحت الاضواء. وفي مجال الاعلام هذا مجال مغري بالنسبه لعدد كثير كبير من الذكور والاناث، وسبيشلي هلا صار في تقبل اكثر. يعني صارت البنات لما تقول لاهلها بدي ادرس صحافه واعلام يكون في قبول، لانه صح. صار في منابر والحمد لله في الاردن من ناحيه الاذاعات والتلفزيونات والصحف والمواقع الاخباريه وحتى الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن احنا اللي دائما بنقوله بانه تحديدا بهذا المجال انا مع مقوله بانه السلاحف اكثر خبره بالطرق من الارانب. الموضوع مش انه انا بس بدي اطلع على الشاشه، الموضوع مش بس انه انا بده يصير في عندي رقم خلال هاي السنه على انستغرام او على تيك توك او على ما في كثير ناس هلا اليوم بدون اي جهد بتعمل فيديو بضرب الفيديو بصير عندها ملايين المشاهدات. ولكن بمجال الاعلام تحديدا بالنسبه للصبايا الصغار والشباب الصغار حلو انه انت يكون عندك خبره بهذا المجال عشان تطول. يعني انا وناديه احنا بنحكي عن عشرات السنوات، احنا ما وصلنا لهاي المرحله، ما نزلنا بمظليه على الاستوديو ولا على التلفزيونات ولا على، احنا بدينا من الصفر، بدينا السلم درجه درجه درجه. لهيك احنا اليوم الحمد لله الناس بتعرفنا، الناس بتحبنا، نتعرض لانتقادات أكيد، ولكن حتى نوع الانتقادات بيكون نقد بناء. هلأ ما عم بحكي عن الانتقادات لمجرد الإساءة، هاي أنا خلاص بطلنا نحكي فيها، ولكن بمجال الإعلام لازم تكون خطواتك بطيئة عشان تفهم وتعرف، لأنه اللي بنشهر بسرعة البريق بخف عنه بسرعة. أنا معك. وهاي مشكلة صارت عبر السنوات الماضية مع ثورة السوشيال ميديا طبعا. ويا جماعة في شغلة كمان أساسية، يعني مش كل شخص بيقدر يعمل فيديو على فيسبوك وهذا الفيديو ينتشر بسرعة البرق ممكن أنه يكون إعلاميا، مع احترامنا بالعكس يمكن هلأ المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي تأثيرهم يكون أكبر من بعض الإعلاميين لأنه هيك الزمن. صح. ما في صح وما في غلط، من نهاية الأمور نسبية. في قول لمحمد المغوط أنا بدي أعدل عليه، هو بيحكي عن الحب أنا بدي أخليه على الإعلام. أنا أعتقد بأن الإعلام لا يستقيم إلا على ساقين، ساق الاجتهاد وساق الموهبة. برافو. إذا فقدنا أحد الساقين فإنه إعلام أعرج. لا يكفي أن تكون موهوبا ولا يكفي أن تكون مجتهدا، it's both. صح. في ناس موهوبين ولكن لأنهم صاروا يستخفوا بحجم المنافس اللي حواليهم معتقدين بأنهم احتكروا المهنة فبطل يحضر، هاي بداية النهاية. وفي بعض الأشخاص مجتهدين جدا ولكنهم بفتقدوا للموهبة، بتحس دائما في فجوة بمسيرتهم الإعلامية. احنا بنتمنى يا رب أن نشوف جيل جديد من الشباب اللي يحمل راية الإعلام، هذه السلطة التي صوتها أقوى من صوت الرصاص. إذا أنت بدك تمشي بطيء من باب الحكمة أنا ما عندي مشكلة، بس إذا بدك تمشي بطيء من باب الخوف هون مشكلتي الأساسية. صح. في ناس بيخافوا يعملوا أكثر من خطوتين أو يعملوا خطوتين متلاحقتين من باب الخوف. هداك اليوم قريت قول عن الخوف يا رهف. شو بيقول؟ بقول لك الخوف هو الشيء الوحيد الذي أملكه في أعماقي، لدي احتياطا من الخوف أكثر مما عند السعودية من احتياط النفط. أوف. تخيلي في أشخاص عندهم احتياطي، كيف إحنا عندنا خزان حب، هم عندهم خزان من الخوف احتياطي. فإذا أنت بدك تمشي بخطوات كالسلحفاة لأنه أنت خايف، لا بدك تحسبها، أنا معك طبعا. بس الخوف اللي بمنعنا أنه نعيش وأنه نحلم وأنه نقتحم الحياة ونضل عايشين على الهامش، لا
هذا الخوف رح يخلينا فعليا زي ما قلنا لكم عايشين من قلة الموت. يا عيني عليك. معاي انتي؟ طبعا معاكي. والخوف على فكرة هو جزء من المشاعر الإنسانية التي لا تتجزأ. ما تفكر إنه الإنسان الناجح هو ما بيخاف، وما تفكر إنه الإنسان الناجح فقد عنصر الرهبة اللي بتصير عنا من أي تجربة جديدة. الإنسان الناجح بيضل عنده خوف، والخوف هو أمر إيجابي. الخوف الإيجابي اللي هو لما أنت مثلاً تتجرأ أنك تحكي هالتليفون، أو تتجرأ أنك تطلب هالاجتماع، أو تتجرأ أنك تحكي لشخص أنك بتحبه على المستوى العاطفي، أو تتجرأ أنك تتقدم لإيد بنت أنت بتحبها. الخوف دائماً حاضر، ولكن الخوف الإيجابي هو اللي بيكون نابع من الكمال. ممكن نسميه حذر. حذر. أنا بكره الخوف. بتكره الخوف. أقول لك شو هي القصة. هذا مثلاً قبل ما تطلعي على الهواء، قدي احنا صرنا بنطلع على الهواء، بضل في عندك هذا الشعور الرهبة. ايوه الرهبة. رهبة. هذا اللي عم بحكيه. شو بيعمل هذا؟ تاثيره كتير ايجابي، لانه اللي ما بيخاف او اللي ما عنده هذا الحذر او اللي ما عنده هاي الرهبة بيكون لا يسعى للكمال. مزبوط. الرهبة بتصير لانه انت perfectionist، لانه انت حابب كل مرة انك تعطي احسن ما عندك. صح. بعلاقاتك، بمكان عملك، باي تعامل انساني بتقوم فيه. ولكن في أشخاص الخوف بتملكهم بقيم الجرأة، وبقيم انتهاز الفرص، وبقيم إنك تدق الباب اللي ما حدا دقه. كل هاي الأمور الخوف بيسلبها منك. الله عليك. فعشان هيك الخوف تأثيره بيكون سلبي. سلبي. ومعظم الأشخاص اللي بيبرروا خطواتهم البطيئة بيحطوها من باب إنه أنا عم باخد خطوات بطيئة لأني حكيم، ولكن المعظم هو بيكون لأنه خايف أكثر من لأنه حكيم. نتمنى أنك تكون هالقد يعني ماخد حذرك بحكمة، ولكن معظم الأشخاص بيكونوا خايفين. هذا الفيلم يا رهف يا صوالحة اسمه The Face of Love. وحدة الله يسلمها، أيوة، تكون بتموت بجوزها. يعني غريب الموت. بتموت منه ولا فيه؟ من هذا اللي استوقفني. حرف الجر مهم. حرف جر واحد بقلب الكيان. يعني حب وغرام وانتقام يا اختي. 30 سنة قعدوا مع بعض. بيموت الجوز بالمكسيك. تمام. فهي بتضلها متدمرة. اوكي. على وفاته. عندهم بنت واحدة. بعد 5 سنين تكون بالبارك قاعدة، تشوف واحد نسخة طبق الأصل عن جوزها. نسخة نفس الشكل. حيات الله. المهم تكتشف انه هو رسام، بتصير تتقرب منه وكذا وكذا وكذا، تنشأ بينهم علاقة حب. هلأ هو ما بيعرف كيف شكل جوزها القبل. وهي بتصير توهم حالها بانه هي بتحبه، لانه هو بيذكرها بزوجها. طبعا طبعا المظلوم بهاي العلاقة مين؟ هو اكيد. شوفوا، عمركم ما تظلموا شخص وترتبطوا فيه لأنه حركاته زي حركات اللي بحبه، لأنه نفس الوجه، نفس الدقن، نفس تقطيع الوجه. طبعاً. يعني أنا بحس فيها ظلم نوعاً ما، ما يعني نوعاً ما. المهم، فبالنهاية ما بني على باطل فهو باطل. بالنهاية هو بيكتشف، بيعرف. فهي بتقول له أنا بعتذر منك، أنا شخص سيء. قالها لا، بس أنت ما تعافيتي، وأنت كنتي متخيلة أنه أنا الدواء، بس أنا مو الدواء، أنا شخص مختلف تماماً، وأنا مضطر إني أنسحب لأنه أنت ما حبيتيني لشخصي، حبيتيني لأنه أنا أشبه خيال من تحبين. فبالنهاية يا جماعة، خلونا ما لا نقص لا على أنفسنا ولا على الآخر. صح. تعافى مع نفسك من أي علاقة عاطفية أنت طالع فيها. وأنا هون بلمح على موضوع الريباوند، برجع بحكي فيه. ليه إحنا نظلم فلان زي اللي بتخطب جكر بواحد كانت تحبه، وهم عم برقصوا أغنية السلو، هي متخيل اللي بتحبه. ليه نظلم الآخر انتقاما لأنفسنا؟ ما صح. في حدا بيستحق أنه إحنا نتلاعب بمشاعره، أو أنه إحنا نحسسه بأنه هو محور الكون وهو فعلياً ما بسوى إشي. قلت لكم مرة قلت لكم أنا أتمنى أنه المشاعر تكون ترى حتى يعرف كل ذي حق حقه. صح. بعدين بتعرفي قديش في بنات انصدموا على السيرة أو على سيرة الفيلم اللي حكته نادية. بتكون هي مثلاً دخلت بعلاقة عاطفية، والرجل يعني كتير حبيبها وكتير شغوف وكتير متسرع واندفاعي بعلاقته معاها، وبعدين بتكتشف انه هي بتشبه
بنت كان هو على علاقة فيها، أو مثلا حتى الرجال اللي دائما بيختاروا نفس أشكال ستايل البنات معين. هدول ستايل ما عندي معين. مشكلة فيها بس شو بيصير مرات لما يكون في شبه كبير؟ أكيد في وحدة علمت يعني، ما هو أكيد في وحدة هي اللي عملت المسطرة، خلينا نقول صار عنده هذا الستاندرد. هلأ أوكي والله بحب الشقر، بحب البيض، بحب السمر، هذا عادي كلنا هيك، بس في مرات وأنا شايفتها مع كتير رجال بتلاقيه دائما بيختار نفس معين. الشكل نفس الستايل بتذكره بوحدة قديمة. مظبوط. مكتوبة على حساب كلمات على انستغرام، لكل اللي بيحبوا الخواطر والأقوال اعملوا لهم فولو، لأنه صراحة أكاونت عظيم، فظيعين. اسمعي شو اليوم حاطين قول، بقولك كان ينظر إلي بدهشة، أحسست بمتعة جديدة علي للمرة الأولى في حياتي، ثمة من يقدر ثرثرتي، ثمة من يصغي إلي، هذا البريق في عينيه حين أتكلم الذي يشبه الإعجاب، يشجعني للخوض أكثر في طبقاتي الداخلية، القشور التي يراها الآخرون، وأظهر تلك الجنية التي تسكنني أمامه، فقط أستطيع الاقتراب من جنيتي التي تنام حين يكون الآخرون. يا الله حلوة صح؟ كتير كتير. أنا بعرف شيء، أنا مع هذا القول قلبا وقالبا. أنا بحس الشخص اللي سعادتي بإيده حتى حزني بفرجيه، ما عندي مشكلة. صح. الشخص اللي بيخليني وأنا معه أكون نادية، أكون مجردة حتى من كبريائي، هو شخص يستحق إنه يشوف كل مساوئي وكل لحظات السعيدة وكل نقاط ضعفي، لأنه بعرف إنه هو ما رح يستغلها. فالجنية لما تظهر أمام شخص وتتخبى لما يكونوا الناس التانية، صح. هذا نوع من أنواع الحب على فكرة، طبعا. شكل من أشكاله. ومشكلة إذا كانت، إذا كنتي مع شخص تعتقدي أنه بتحبيه أو هو يعتقد أنه هو بيحبك، ولكن أنت ما بتقدري تتجرئي وتطلقي العنان لهاي الجنية اللي بداخلك، هاي مشكلة كتير كبيرة، خوفا من أحكامه المسبقة، خوفا من تغير شعوره تجاهك، خوفا من الحكم عليك بأي طريقة. أنا رهوف بحس التحفظ لا يشبه الحب. صح. إذا أنت متحفظة مع الآخر أنت مش ما بتحبي، أنت متعودة عليه يمكن. إذا لسه عند، يعني أنا بس بستغرب كتير من الستات بتقول لك أنا لسه بستحي أطلب من جوزي كذا. يعني أنا بنظري الشراكة الزوجية بالتحديد هي شراكة مش مبنية على القشور، هي مبنية على العمق. صح. فإذا أنا لسه بستحي منه أو أنا مش جعبالي أقول له عشان ما يستغل هالنقطة أو كذا، أنا بحس دائما إذا في محاذير بأي علاقة فهي علاقة غير حرة. صح. علاقة دائما في إلها حدود. والحب حر. والحب حر. صح 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 صح